اكتر الناس بتنهج هي الناس اللي ضربات قلبها سريعه، فلو ضربات القلب سريعه وعالجت ضربات القلب السريعه النهجان يروح. يعني لو ضربات قلبك 100 دقه في الدقيقه وحاولت تخليهم 60 دقه في الدقيقه 70 دقه في الدقيقه، نهجانك هيقل قوي، لان ببساطه ببساطه القلب بيدق كده. مثلا خلينا واحنا قاعدين بيدق بالراحه كده اهو 60 دقه في الدقيقه، لما امشي شويه يبقوا 70 دقه في الدقيقه، لما اجري تك 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 يدق بسرعه 100 دقه في الدقيقه مثلا. طب لما بقى انا لسه ولا جريت ولا مشيت وهو 100، ما بالك بقى لما هو انا قاعد هو 100، طب لما امشي بقى هيبقى 120 ولما اجري هيبقى 140، هنهج جامد. فلذلك اول ما ضربات قلبك تهدى النهجان يقل. فاول حاجه بعملها في اللي بينهج وضربات قلبه سريعه ان انا اديله حاجات تهدي ضربات قلبه. الرياضه نفسها بتهدي ضربات القلب، اثناء الرياضه قلبك بيبقى سريع لكن بعد كده قلبك بيهدى، وبعد كده تتعود ان قلبك نفسه يبقى هادي. لذلك كل الرياضيين ضربات قلبهم بطيئه، لدرجه ان الابطال الرياضيين بقى بتوع الماراثون والحاجات دي ضربات قلبهم بطيئه جدا جدا، لدرجه بتوصل لان الطبيعي مثلا 70 80 دقه في الدقيقه، الرياضيين ممكن يبقى عنده ضربات القلب 60 دقه في الدقيقه 50 دقه في الدقيقه، ده طبيعي، مش البطاريه مش بايظه ولا حاجه. في بعض الناس 40 دقه في الدقيقه طبيعي من كتر ما هو رياضي وعنده فتنس، لان الدقه بتاعته بدقتين ثلاثه من بتاعتي. الناس الغلابه بقى اللي ما بتلعبش رياضه، فهمت اقصد ايه؟